بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِي نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي بشرناك بالحق
الْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون واتقوا الله ولا تخفوا
تحزون قالوا أولم ننهك عن قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال فأخذتهم الصيحة مصبحين فما وما خلقنا السماوات والأرض
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.